اما الزلمه بيضل عمده يومين او ثلاثه بيجيبوه مشان يتاكدوا من رجولته. عرفت علي؟ لك فحص، لك اول ما في الطب والكذا انه هذا ابني زلمه ابني فحل. عنب بلدي بودكاست. ضيفنا اليوم حاولنا اصطحابه إلى أكثر من مكان في مدينة إدلب، كونه خبيراً بمدينته، خبيراً بعلاقاته وأسلوبه ودرجة حرارته في حب وعشق مدينته. حيدر غرير أبو أحمد يمتلك واحداً من حمامات المدينة القديمة، ومن معرفته بتفاصيل هذه المهنة استطاع حصر الحديث في هذه الحلقة عن حمامه الذي يعتبره مولوداً جديداً في حارته ومدينته. نموذج الحمام ببلاد الشام بشكل عام اللي هي بالأردن وسوريا وفلسطين كلها نفس عاداتها وتقاليدها، ما بتختلف وحدي عن وحدي شعرة أبدا. مميزات عن حمامات المغرب وعن حمامات تركيا وعن حمامات غير مناطق الشام. بعدين نحن الحمامات بلاد الشام كانت مرود للقافلات، لأن الحمام ما بيسكر بابا لا ليلا ولا نهارا، ربما يجيك زبون بعض قبل صلاة الفجر يكون بده يسقط حدث بده يكون الحمام موجود. أما هذا أيوة هذا عند اللي كانت الحميميم قليلة في البيوت، تتذكر عند اللي كنا نحن أولاد يخسلونا أهالينا بالطشط ويخسلونا بالعتابي، عرفت علي؟ يعني كانت مشقة عليهم، فيجمعوا الأسرة كلها ويجيبوها نهار على الحمام يخسلوه عن شهرين من كتر ما يقلطوه وبيلون وما كان شامبو، من كتر ما يفركوله بلحمه ويطلع عن بربيع بشهرين ما يتوسخ. كل الحميمين في يوم بالنهار من الساعة 8 الصبح للساعة 3 المساء نساء، ومن 3 للصبح رجال بكل الحمامات. هاي أنظمتها. أنا شوف أستاذ عبد المجيد، الحمام اللي أنا فعلته وعدت ترميمه حمام ذات قيمة أثري لا يعرف قيمته إلا القليل. لك كل لبس عربي حتى أبقي بخشب فصلت رجع هالحنفيات اللي ركبتها أنا جبتها من الصنبول شايفها بحمام بالصنبول، وكل وحدة جبت 15 حنفية أخيو كلفوني تقريبا 200 دولار انحاس. يعني انا رجعت الشيء على اصله وما لعبت فيه هكا، لان بدك ترجع شالي على تاريخها على رونقها، والا بدك تحدث من ركب مرمر ومن ركب ارخام ومن ركب كل شيء واهون وارخص علينا. فنحن عدنا الترميم بشكل جيد جدا، لك بالسقف لك فتحات هوائية، وحتى هي هاي الفتحة الهوائية فيها بخش لا تشوفه العين المجردي، هاي اسمها تنفيسي وتضرب عليها إضاءة النهار، لك ما كان في كهاريب تعكس الضوء. كل الأباب بتلاقيها فيها طوق ورسمات، يعني منقوشات نقش بلور وبلور سميك، ونحن جبنا منه الحمد لله، يعني لقينا منه رجعنا عرونه. للحمام أدواته في تأمين ما يطلبه الزبائن ومواده المستخدمة
التي يعتمد عليها صاحب الحمام أثناء تقديم الخدمة على أكمل وجه. لا هلا رغم الحداثي والتطور والشيء اللي هلا موجود، هلا بداله صابون الغار، الشامبو، المواد التنظيفية اليوم اللي موجوده. ايه يعني هلا نحن والله انا امس عند الشباب صوروا، لازم يكون صوروا. انا جبت لجن على فكره، جبت لجن وجبت بيلون، قلت انا اذا حدا ارادي يرجع لذكرياته ويتغسل ايه انا موفره لك. بحطوه بالماء، هو بيكون حجر بحطوه بالماء بيصير مثل الحنه. ايه عند اللي بكتوه على راس اللي عم يتغسل بتلاقيه صار مثل الطين الاحمر، بكتوا مي عليه بتلاقي شعره صار مثل الحرير. بتشم أرض راس اللي عم يتغسل يعني عنبر عم يطلع منه، لأن بيلون بينظف أكثر من شامبو ولا وأكثر من هذا الغار اللي موجود. هذا بالبيلون بيطالعوه من أرض بيلون اسمها، في قرية في جبل الزاوية اسمها بيلون، اطرابتها بيلون، بيدووه في المي وبيتغسل فيه الولد، بيحطوه باللجن اسمه لجن. ايه يعني كانت العروس ما تطلع الا مع لجن، لان اذا هذا مثل ادوات المنزليه، لا اذا ما في غسالة اوتوماتيك ما من موافق. فهو اللجن عباره عن قطعه نحاس بشكل الطنجره بس طويل طول، هن اللي يدوبوا فيه البيلون، وريحته اطيب من ريحه الشامبو الاوليفا. والله هو الحمام مشاريبه فنجان شاي، كاس شاي أرجيلي، تنباك طبعا ماي معسل، لأن أولا كله تنباك، شحط التنباك، كاس الشاي، القهوة يعني فرضا للزقرتاوي كذا القهوة، بس المعظم هو شاي وزورات أو بابونج. ندخل الحمام ونخرج منه، وكثير من معالم الحمام والتسميات للعاملين ووظيفة كل منهم تبقى بعيدة عن ذاكرتنا، رغم أن الحمام منذ القدم يشكل مكانا مهما لما يقوم بخدمة أهل المدينة وزوارها. هلا أول صاحب الحمام أول شعري بدي يكون أخلاق عالي، وثانيا بدي يكون شريف عنده شرف، ويكون يحفظ السر، لأن الحمام بيكشف كل عيب بجسم الإنسان. ربما يفوت على هذا، بدي يكون مثل مخسي الأموات، بدي يحفظ سر المتوفى. ليش؟ لأن ربما يكون في عاهة في جسمه، ربما يكون في إصابي، ربما يكون في شيء خلقي، فبدي يكون أمين على هذا الموضوع. هاي تنتين. وبدي يكون صاحب دين أخلاق، لأن ليش؟ بدي يتأمن على الناس، ما يحكي والله فلان أشقر وفلان أسمر وفلان حلو وفلان هكا، لأنها حمام. فمثل قديم يا أستاذ عبد المجيد، ألا شعرك طويل إلا قصير؟ قالت له الملتقى بالحمام. ليه؟ لأن الحمام بيكشف كل عيب بجسم الرجل أو المرأة. وكانوا أمهاتنا الأوليات إذا بدها تخطب لوحدة ما تخطبها من البيت، تروح على الحمام تنقي العروس. ليه؟ إنه فرضا إجرة طويلة قصيرة عن بعضهم، جسمها كويس جسمها بالحمام تكشفه، إلى ريحة تم، إلى ريحة باطات، إلى يعني فهمت القصة. وهني كان أول يعني قبل هلأ كثافة الناس واليد العاملة، هو متفرضا أبو سليم المرديخي هو الإمامجي وهو صاحب الحمام، من قلة الدخل وقلة العرف يعني بالحياة.
فهو تلاقيه مشحور وتلاقيه معلم بكل الحميمي مايك. هلا في بالاول مرحله هو الأميمجي اللي بيرك في الاميم، هذا ما بفوت على الحمام، هذا بس يطفي الاميم بفوت بيتخسر لان بيطلع شحوار كله، لك لان مشحور كل هذا عم يشتغل عم يشغل وبيقلب حطب بيقلب جمر وكذا. واليوم يعني بتعرف في كمامات في شراءات هواء في كذا، لا يعني ما بينظر صحيا. اما اول الامامجي ما يبين منه غير عينيه وسنينه من كتر ما هو مشحور، بيجي بيتلقى فيه بعدين المعلم بفوت اخيو بيلاقي المعلم بيرك على الصندوق بده يتخسل، بيلاقي له شغيل الساحه اللي هو مسلم فرضا او عبده او كذا، يعني عم اقرب لك الاسامي يعني مشان الفكره تصالك بشكل جيد، بيلاقي له بيشلحوا تيبو بيعلقهم بيجيب له الميزار بفوت على الحمام بيتحمم. بقى جوا في عنا مساج وعنا المكيس، بده يعمل مساج معضل، بده يعمل مثل لا عمل فيزيائي يعني حلو، بيعمل مساج بيرجع بيجيب بده مكيس بكيسه بكيسه بفركه مضبوط وعلى 24 بسبعه بيرجع بليفه، يعني اذا راد هو ما يلق شيء بجسمه يعني في له الوسائل لان كل مين مختص في صنعته. هلا ابو المساج ما بيقدر بيكيس وابو المكيس ما بيقدر بيمسيت، ليش؟ لان هاي عمل له طريقه بتكيسه له طريقه بمساجه. بعد ما يتسبع ويفوت على الخلوي ويظبط اموره بشكل جيد جدا اخيو بيطلع بقى لوين؟ على الوصانه، بده ياخذ روح بقى لان جوا شوب وما يسخني ومطالعينه وشاوينه شوي اذا مكيسينه وعاملين له مساج بيطلع نهتان نهت مثل زفروجي وحطه بقلب النتافي، بده ياخذ روح بقى بيبرك في الوصانه ربع ساعه 10 دقائق حسب هو يقوي جسمه. ايه بيرجع بقى شغيل الوصانة بفك له الميزار بيعطيه منشف بينشفه بيطلع بيبرك بالليوان، بيرجع لعنده بقى شغيل الساحة ايش طلبوا؟ زهورات بيجيبوا له كاس شاي او كاس زهورات، لا شريب تنباك بيكون نفسه سيطر له اياه وجاهز مجهز بس عنيت يحطوا له عليه النار. ايه بيبرك بقى وبياخذ راحته التامي بيمارس حياته الطبيعي، بده هذا عم يصيح موال، هذا عم يحكي لهم قصه، هذا بيرك ساكت بحب الهدوء والاستجمام لحاله، كل واحد بيمارس حياته الطبيعي اللي هو بيرتاح فيها. هذا اول. اما اليوم هاليوم اختلف الموضوع الحمام عن موضوع السابق، اليوم الحمام صار مكان ترفيهي، تجي مجموعة شباب 7 8 10 20 تلاقيين هالأكل الفواكه هالمشاريب، بيجوا بيبركوا بيغنوا بيرقصوا بيدبكوا وحياة اجتماعية متكاملة، بتلاقي بيندمجوا بعد البواط يعني فرضا مجموعة بيركي بسطوا مع بعضهم تلاقي الكل صاروا فرد اتجاه بالبسط فرد نغم فرد كذا، من هون موال من هون قصيدي من هون غنوي ولا اني طالعين مبسوطين ومكيفين ومروقين. في مناسبات الزواج الحمام محطة لا بد منها، فهي تقليد وحاجة لا يستغنى عنها لما لها من دلائل وتوصيف لحالة العريس وتقييم لا يمكن إهماله، فهو الوصل والفصل.
ابويا بيحكي لنا عن شو صار بالحمام واصدقاء الي كثير في ناس عملوا اعراس وطهور والمولود عند اللي يجيبوه بالحمام. الحمام قطعه مركزيه بالحياه الاجتماعيه بين بلاد اهل الشام، يغنوا يوصفوا بعضهم في النظافه وفي الجمال. لك اول ما يتزوج واحد ليله عرسه يغتسل في بيته، يجي فلان فلان عزمونا على حمام العريس انه تجوز والزوجة طلعت بنت ما فيها شيء لك، لانها عادي كانت اول ما العريس يعني جامع مرته ما يخسلوا بالدار، يعزموا على فطور، يعملوا فطور وصباحية العرس. هلا هي صباحية العرس اللي معترفة بين الناس اخيو انه يبي يعملوا له فطور في البيت، لا هي صباحية العرس انه معزومين على صباحية العرس بالحمام. نسوان بيجوا على الحنة بس قبل دخلة العروس بيحنوها وبيخسلوها وبيضبطوا لها وضعها، خلاص ما بقى بتجي على الحمام، بقى صار لها وضع تاني. اما الزلمة بيضل على مدة يومين او ثلاثة بيجيبوه مشان يتأكدوا من رجولته. عرفت علي؟ لك فحص، لك اول ما في الطب والكذا انه هذا ابني زلمه ابني فحل اخيو بدي يروح يعزم خلقه انه ابني عم يتخسر كل يوم. كم عدد الحمامات في مدينة إدلب؟ وما أسماؤها؟ ومن هم القائمون عليها؟ يوجد في بمدينة إدلب 10 حمامات. هلأ هن اللي شغالات وفعالات وعادوا تفعيلهم وترميمهم هن 4 حميمين، وما تبقى باقي الحمامات كلاتهم مهدمات، وفي منهم أزالون على زمان النظام أزالون. هلأ اللي قائمات بشغل وعادوا تفعيلهم ترميمهم 4 حمامات، اللي هني بداية حمام الظاهري اللي كان واقف عن العمل 60 عام، أعدنا تفعيله وترميمه آخر يوم ب15/3/2022، وانتهينا من عمل ترميمه وتفعيله بعام 2022 بشهر الـ11 20/11، وفضل من الله تعالى أعدنا ترميمه. بيوجد عنا حمام بشارع الجلاء اسمه حمام الروضة، وتعاد بناء وتاريخه للعثمانيين. الحمام الوحيد اللي موجود في المدينة وفي الشمال اللي هي رومانية هي حمام الظاهري، وقبل ما تكون اسمها حمام الظاهري اسمها حمام سر بابا على زمان الرومان. وملك حمام الظاهري الآغا أبو المواهب معلم، ملك 300 عام، بعد انتقلت لطاهر معلم وسماها باسمه حمام الظاهري. وتاريخها يعاد 1327 هجري، يعني 127 سنة إلى بإيد طاهر معلم. حمام الروضة حمام عثماني محدثي ما هي القدم، والحرب طب السقف تبعه وردوا صبوه بتون. في عنا حمام اسمه حمام منطقة جامع الجوهري اللي بالساحة التحتانية اسمه حمام الهاشمي، كمان قديمي وأعادوا تفعيله وترميمه كمان هاك السنة.
ايه اولادي ولا زال على قيد العمل. وفي عنا حمام بحي الشمالي اللي هو بيوقع ورا جميع الساحة اسمه حمام المحمودي، ايه كمان اعادوا تفعيله وترميمه. هاي الحمامات الاربعة. إلى اللقاء مع حلقة قادمة من ذاكرة سوريا. حبيبي الأسمران، حبيبي عيون سوريا، أما الكحل ربان.